السلام عليكم. سنتكلم اليوم عن خلايا الجذعية السرطانية. رغم أن هذا المفهوم حديث نسبيا، إلا أنه يعود للقرن 19 حينما وجد تشابهات نسيجية بين النسج الورمية والنسج الجنينية، فظهرت نظرية الفرضية البقية الجنينية. هذه النظرية أو الفرضية، فرضية البقية الجنينية، تفترض بأن هناك بقايا جنينية بقيت هامدة في جسمنا، ولسبب ما تتفعل في وقت ما لتعطي كتلة سرطانية ورمية. أي بعبارة أخرى، السرطان نشأ عن خلايا ذات خصائص مشابهة للخلايا الموجودة في الأجنة المبكرة، أي بين قوسين أن السرطان نشأ عن خلايا جذعية. لكن هذه النظرية أهملت بعقود حتى أتى العام 1997. في هذا العام قام عالم يدعى جون بدراسة سرطان AML، أي البيضات النقوي الحاد. في هذا السرطان عزل مجموعة من الخلايا ذات نمط ظاهري مشابه للخلايا الجذعية المكونة للدم، وعند زرعها في فأر مضعف مناعيا أعطت سرطانا، في حين أن باقي الخلايا السرطانية الموجودة في السرطان في البيضات لم تعطي سرطانا عند عزلها عن هذه الخلايا، لم تعطي سرطانا في الفأر مضعف المناعة. وبالتالي استنتج بأن الخلايا التي تشكل السرطان هي خلايا جذعية، وتعطي هذه الخلايا الجذعية سرطان بما فيه الخلايا الجذعية نفسها، وتعطي أيضا خلايا غير جذعية تكون كامل السرطان. طبعا لنفهم النمط الظاهري، نتكلم كلمتين لنميز الخلايا عن بعضها، نميزها عبر وسيمات خلوية. هذه الوسيمات عبارة عن جزيئات يوجد على سطح الخلية. في هذا المثال كما نرى، اعتمد العالم جون على وسيم يدعى CD34، فقال أن الخلايا CD34 بلس CD38 ماينس، أي التي يوجد على سطح CD34 وهي لا يوجد على سطح CD38، هذه الخلايا هي الخلايا الجذعية السرطانية، وهذا الواسم هو نفسه الموجود على الخلايا الجذعية المكونة للدم. فكل خلية مميزة عن الأخرى بما فيها الخلايا الجذعية، بما تحويه وما تفقده من واسمات على سطحها. الآن ننتقل إلى فرضية الخلايا الجذعية السرطانية. هذه الفرضية تتألف من شقين. الشق الأول بأن السرطانات تنشأ عن خلايا جذعية في الأنسجة. طبعا السرطانات فيما سبق كان يعتقد بأن السرطان ينشأ عن أي خلية في الجسم، حيث يقال بأن أي خلية يمكن أن تتعرض لطفرات، وهذه الخلية تتحول إلى خلية سرطانية وتؤلف سرطان. لكن هذه الخلية تقول لا، السرطان ينشأ عن خلايا جذعية الذات، أو حتى إذا بعبارة أخرى، خلايا ذات خصائص تجدد ذاتي. فقط الخلايا ذات خصائص التجدد الذاتي هي التي يمكن أن تخضع لاستحالة خبيثة وتتحول إلى سرطان. الشق الثاني والأهم، أن عملية تكون السرطان تقود الخلايا الجذعية السرطانية. بعبارة أخرى، إذا تكلمنا عن خلايا تكون السرطان، السرطان مثل النسج الطبيعي. لنأخذ نسيجا طبيعيا كما نرى، أخذناه هو الخلايا الدموية. طبعا في النسج الطبيعي هناك نموذج ندعوه بالنموذج الهرمي. في قمة هذا الهرم يوجد الخلايا الجذعية. هذه الخلايا تعطي أشكالا بسيطة، أشكال خلوية بسيطة بروجينيتورز، ثم تعطي في قاعة الهرم توجد الخلايا المتميزة. فنعرف الخلايا الجذعية الدموية المكونة للدم هي في قمة الهرم، ولتعطي سلالات حتى نصل إلى قاعة الهرم لنجد الخلايا المتميزة. كذلك السرطان، السرطان يتميز ندعوه بالنموذج الهرمي، حيث أن السرطان ذو بنية هرمية. في قمة هذا الهرم الخلايا الجذعية السرطانية التي تعطي خلايا وسيطة، وفي النهاية تعطي خلايا متميزة لتشكل السرطان. طبعا هذا يخالف النظرية السابقة. في النظرية السابقة التي تدعى الكلونال، كانت كلونال إيفولوشن، كانت كل الخلايا السرطانية هي عبارة عن ذات قدرة على إعطاء سرطان دون تمييز فيما بينه. أما هنا كما نلاحظ في الصورة، فإن الخلايا السرطانية هناك فقط خلايا ورمية ذات قدرة غير محدودة على التجدد الذاتي، وهناك خلايا ذات قدرة محدودة على التجدد الذاتي. الخلايا الأولى هي التي تشكل الورم، في حين أن الخلايا إذا أخذناها تشكل ورم، أما الخلايا الثانية فإنها لا يمكنها تشكيل ورم إذا زرعناها في مضيف آخر مثل الفأر المعوز مناعيا. طبعا الفأر المعوز مناعيا هو الفأر النموذج الذي يستخدمه العلماء لدراسة السرطان، حيث تعرض جيني فوكس، تدعى فوكس لطفرة فيصبح معوز مناعيا، وذلك لا تؤثر وتهاجم المناعة على السرطان المزروع. الآن كما قلنا في الصورة التالية، هي النموذج القديم الذي هو الكلونال إيفولوشن موديل، الذي يقول بأن هناك نسائل، كل هذه النسائل تتمتع بقابلية على تشكيل سرطان، لكن هناك نسائل
تكون ذات كما يقولون ذات ميزة أكبر عن بقية الخلايا في البقاء، لأنها ذات تكون خلايا خصائص السرطانية أكبر، بالتالي تصبح سائدة أكثر في السرطان. لكن خلايا الجذع السرطانية طرحت نموذجا جديدا وهو النموذج الهرمي. النموذج الهرمي الذي يفترض بأن الخلايا هناك خلايا جذعية سرطانية تغطي باقي السرطان. طبعا في هذه الصورة الأخيرة هي نموذج ثالث سنتحدث عنه في آخر المحاضرة، وهو دمج بين الكلونال والنموذج الهرمي.